كابتن عاصم مرعي، في البداية برحب بيك. هل حسمت قرارك بأنك هتكمل في الاحتراف أو هترجع مصر؟ مش بنسبة 100%، بس بنسبة كبيرة غالبا إن شاء الله هكمل إن شاء الله في كوريا. كان في أوبشنين، أوبشن تركيا أو كوريا، بس إن شاء الله هكمل. هل مشكلة التجنيد اللي كانت موجودة بسبب غيبت عن البال ممكن تأثر على مسيرتك الاحترافية ولا اتحلت خلاص؟ ما فيش مشكلة تجنيد أصلا، هو الموضوع بس أنا متجوز أمريكانية، خلف ولاد، هو الموضوع مش ما فيهوش مشكلة أكتر، هو ورق، وقت ورق بس، أنا وقت ورق ممكن أعمله أي وقت. لكن هل دلوقتي خلاص اتحلت المشكلة وتقدر تسافر؟ هي مشكلة إن شاء الله، الورق اتحل يعني؟ مفيش مشكلة، هو الموضوع ما فيهوش مشكلة يعني، مفيش، بس موضوع وقت ورق. تمام. هل يعني شايف ازاي فرصة مصر في تصفيات كأس العالم وفي الوصول مع وجود منتخبات قوية زي السنغال في الويندو الأولى، وكمان مع فكرة ان التصفيات بتتلعب على كذا ويندو وان هي مراحلها صعبة، فايه فرصة مصر في الوصول؟ هل قوية هل ضعيفة، وايه اللي محتاجه منتخب مصر اصلا عشان يوصل؟ انا شايف فرصتنا قوية ان شاء الله، بس مش سهلة، الموضوع مش سهل، بس فرصة قوية إن شاء الله، ومع الرجالة والجهاز الفني إن شاء الله هنقدر نعملها. إيه اللي محتاجه منتخب مصر تحديدًا علشان يقدر إن هو يوصل؟ التركيز والثبات الانفعالي والأدائي وكل الكلام ده، كونسيستنت، نفضل ماشيين ستاندرد واحد، وكلنا كل واحد يعمل دوره بس. شفنا في بطولة أفريقيا اللي فاتت منتخب مصر كان الأداء مش كويس أوي، لكن إيه اللي ممكن يكون اختلف دلوقتي عن البطوله اللي فاتت فان هو ممكن يتطور في منتخب مصر بحيث ان هو يقدر ينافس دلوقتي بقى على الوصول لكاس العالم؟ مش يعني ممكن الفرق في بطوله افريقيا كانت اجمل برضه، يعني ان انا شفت فرقه السنغال هي كانت فرقه قويه في الويندو الوحيده، الكينيا والفرقه في الويندو كويسه طبعا، بس مش زي تونس ولا زي في الفرق دي، بس شايف اللعيبه عم بيجي لها خبره اكتر مع كل ماتش، كل بطوله، كل مع ثبات اللعيبه ال 10 20 لعيب اللي موجودين في المنتخب بيساعد الكلام ده على الاداء كويس. البطوله في بطوله افريقيا ما قدرتش ان انت ترجع بسبب ان انت كنت محترف في كوريا وما كانش في ما كانش في توقف ساعتها، هل ده ممكن برضو ياثر على ان انت تيجي في اي وقت تاني في ويندو من من الحاجات اللي جايه؟ هو بس كان المشكله كانت في الحجر الصحي في كوريا، كانت شيء، لا هو كان في توقف، في توقف اسبوع، بس المشكله انا لو كنت رحت ورجعت كوريا تاني كنت هقعد 21 يوم في حجر صحي في اوضه لوحدي، ده كان قانون البلد ساعتها، فهي دي كانت المشكله. انا كنت رحت قعدت عشان العب 3 ماتشات ورجعت، كنت هقعد 21 يوم ما العبش، وطبعا هيبقى في كده بفسخ عقدي، ولما بفسخ عقدي لازم اديهم فلوس، فكانت مشكله برضه. ما كانش الموضوع، ما كانش ان هو في توقف اكتر، ما كانش ظروف الدوله كوريا كانت منع حد يخش من غير الحجر ب 21 يوم. ولكن دلوقتي المشكله دي مش هتاثر في وقت خلاص، بس هو الويندو جايه في 8، ف 8 دي لسه في الصيف ان شاء الله، مش هتروح فيه. استنى، شكرا.